جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وخلال الاتصال أكد جلالتاهما متنة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تعزيزها في شتى الميادين كما جرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين المملكتين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية